ايه رايك في موضوع احمد فتحي؟ والله شوف، انا مع وضد، يعني مع احمد فتحي ان هو يأمن مستقبله، وضد ان التوقيت كان غير جيد بالنسبه له. هو يمكن عقده انتهى، لكن كان النادي الاهلي محتاج له كنوع من عناصر الخبره. ولكن هو طبعا يعني لكل لاعب حر ان هو يحدد مصيره، خاصه ان فتحي وصل لمرحله كبيره جدا يعني من التقدم في العمر، 30 سنه اعتقد. اختياره كمان لدوري قطر تحديدا، واحنا شايفين دلوقتي الامور السياسيه بين مصر وقطر مش يعني انا طول عمري شايف بفصل، اللاعب لاعب لا بفصل السياسه عن السياسه، لها رجالتها والرياضه لها رجالتها. بل بالعكس، طول عمرنا احنا بنتبع المقوله ان الرياضه بتصلح مفسدات السياسه. فاتمنى ان الرياضه تلعب دور كبير جدا، وهي دايما بتلعب دور كبير جدا في تقارب الشعوب. انت شايف مثلا زمان كان الصين وامريكا مباراه هي اللي جمعت بين الشعوب. فاتمنى ان احنا نتجمع تاني كعرب يعني، ونبقى على صف واحد، لان احنا في الفتره دي فعلا محتاجين التفاف.